ومركي كواد اسمه انت اللي جايبوه اللي يمدان سيدا اوجد ما دام اي مركي كواد هاي وحنا شرف نوعه اماتكين عشان يطبعن كاسانو ماشي اس سي كديمن ويدي دق دقاق وكل عواي بوه اللي عين بيهيد إلهي وحكومة هتسيني هاي إن أو يسوع كان كاني قابطن قابطن روح دبضن إنه شو كان رنتي مدحي هي جورتي دي ديجان كان يا من دقت دين أنا إله هاي اسمه دي أو دن أما أن وح بضن كم قنين إلهي بام هذا سبحانه وتعالى إنه أو اسمه ده إنه يسكت دبيهين يسكت دين عوتشيدان يسكت فكريهين يسكت تلايهين يسكت حوايا محو هاي هدف اي اوبجكتيف يهين الى ابا ما هذا سبحانه وتعالى وعلى الله ما هذا كله يهي ان اسمه او اسكو تلا شعب كودين او تلا كلا دغاي او شعب كلفتود اسمدي اي هل ود الله هيان هل هدف اي ودا بيكسنيان هل دين اي ودا سودان الى ابا تانا كوماتسن ما هذا انت ايب ما هذا انت ايب مركان كاي ما دو وحان دوني انا لبا قدب سلتاغو قدب وا قدب سو دوين أنا أقول الله يا أفك تجمع هذا برجع أفريقيا، أفك قويها إنك ديجان كا، أما قبل كعين يا إس سي، أفك جودهم وحويه وحلاهم حواها، إنك استا تلسو تشيدين كريسا، مسير يه ديجان كن كسابسن، إن هل ترى بلوا دعو اسم هذا مدام اللي دي برنامج كوا إسحق ورئيسي، إيه قلب كلامه إسكو دوبني ذا، قلب كقوات هدام كسر دوادو، وحنا عوال كم مانت هل كم كتشوقنا اسمه، يلو أي تهاي محفل كي أوينا أما وجوح لهم حوها لأوران كانوا محفل كي كواد اسمه أنت لأجي أبوه اللي يمدان مركز صاهرة أو أي اسمه دو يمدان أبوه اللي أنت وكتر يا راعي لكن الحمد لله أنت عن حوي دقائق دقائق يدي بعرشضة أي نوبلة وتشان طبعا كسنة قدم بيسي ومركي كواد اسمه أنت لأجي أبوه اللي يمدان سيد أوجد ما دام أي مركي كواد هاي وحنا شرف نوعه إماتكين وحكلو شرف نوعه إن عاد وحوية وقت دار أو بدن أو حوية أن كلا باران دجنو أو إسكو وراي صنو أو كلا فائدة صنو أو وحي حق يطلق يتصالة عن إسكو لو ذاقنا إنا نلتش وقتان تاسع أنا شرف نوعه أنو دونينا كل شدة أنو أنا كأقو أحلاهم حوا أنك كأقو كيلاه قلب كلوات إسلاتاكو صاب سني ما دام مدحي دقن كتشوغو او ديغان كي عين صوب بوغضي حانو ديارو نهي مدحي سياسة دونا انو سي ديك ديغا او نو صوب بوغضو او قبل كان بلارن اي وحاوية با حد لايا دركتان اي داد كي سي ديغان كي سوا اي وحاوية فولاد كاكا هايان هلغن كي اس سي كدا عاي غارهان نوالي با هلغن كي وحلا وقت غورا صوب بلاوضي سلديغا يبود ديغا يو هايان حانو باهان نهي ان دا دچنتي مامولكا iyo madaxdi siyaasadu inay degdeg ay deegaanka u yimaadaan anagu deegaanka ayna hadaanahay halganka sool waa looga horeeyay halganka sool waa looga horeeyay halganka isku duubinida iyo waxa weeye midnimada ka shaqeyntooda dadka in la mideeyo sool waa uga horeeyni waxaan kale uga horeeyni dhaqdhaqaaqa xarakiga ee wax leh in la isku dayo bal mar walba in waxa weeye halkana wax laga hurin karayo oo dabka laga hulaaqin karayo صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا أقول 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 sol madama ay furinta ahayd waxa la leeyahay war dhaqanka dhulbaante ama dhaqalka degmada SSC ha isugu yimaado oo halka wax leeyahay muxuu aha nin waliba garaadkiisa ha keeno oo garaadada lagu ilaaliyo oo bal waxa weey wax leeyahay lagu soo gurmado halka la ilaaliyo laascaanadna waa la difaaciya garaadadina waa la difaaciya ta furinti waa lagu soo rarayo xaggan ay u soo wareegtay idinku leena xaggan u soo wareegtaan idinkii siyaasiyiintiiba taana waa muhiim waa muhiim weey waxaan leeyahay haddayna isku duubnaanin oo isim iyo siyaasi iyo shacab isku duubnaanin waxba inoo qabsoon maayo inoo hagaagi maayaan baada jaamacadda bariga afrika iyo tacliinta deegaanku waxa weeye waxay diyaar u tahay in ay dadkii hore wax baranayeen wax baraan
dadkii inta halgan ku socday nolosha ka dhacay wax la qoriga qaatay nolosha kama dhicine xaqan u baydhayna inay bal dib u dhaqan celin ku sameeyaan oo hubka la dhigo waayo 17,000 oo askari ama 15,000 oo askari oo jiida jooga hadii bari ka maalin la isidhaaha maamulka ha kafeeyo ma kafeyn karayo waxa loo baahan yahay dadka waxan askarinimo ahayn in badan oo kamida in lagu celiyo